طيب بما اننا بنتكلم عن المقامات، عايزين برضو الناس المستمعين اللي مش متخصصين بقى يقدروا يميزوها ازاي؟ احنا عندنا كم مقام اصلي؟ نعم. وايه المقامات المتفرعه منها؟ عشان نسمع ان الموضوع كبير، ده فيه 40 مقام تقريبا متفرع او اكتر. ده كتير قوي. ده كل شويه بكتشف حاجات، في مقامات جديده بتظهر جديد. كمان يعني في مقامات بتظهر جديده. طيب أكيد. فاحنا عايزين نعرف المقامات الاصليه ظهرت فين؟ هل كل مقام ظهر في بلد معينه مثلا؟ هل ظهروا كلهم بالتزامن مع بعض؟ اولا في كل منطقه لها مقامات خاصه بيها. يعني في 70 مقام تبع العراق. 70 مقام تبع العراق دي لوحدها، والعراق دي صاحبة باع في هذا المجال. كنت أسمع عن البياتي بس ولا العراقي واللامي والمدناوي ده كتير جدا. وكل شوية بكتشف نغم أنا ما سمعتوش في العراق. المنطقة الحجازية دي فيها برضو مجموعة مقامات. أصل مقامات 8 اختصروها في كلمة صنع بسحرك. لحد قريب قوي كانوا بيقولوا 7 صنع بسحر. وزودوا الكاف بتاعت الكرد لما اعترفوا بيه. الصاد صبا، النون نهاوند، العين عجب، به بيات، سين سيكا، حا حجاز، را راست، كاف كرد. دي اصل المقامات، كل مقام بيتفرع منه مقام. انا بقول ايه المقام ده شيء زي لون بيشبه لون معين. هشوف الايه معناها ايه، بتعبر عن ايه، ايه اللي انا عايز اوصله. اصل القارئ ده مش قارئ، مش بنكلم وخلاص، ده مفسر وواعظ وبيعمل كل ده بصوته. في ايات اذا استخدم موضوع نغم مش مناسب يغير المعنى. بمناسبه رمضان مثلا، اذا قارئ مثلا قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، قالها كده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، افطر. انت زعلان ليه؟ افطر. انت زعلان ليه؟ فيديك احساس ان القارئ حزين ان فرض الصيام. لا، وممكن واحد بقى مخه مش طبيعي خالص يتوهم ان المولى يتذلل لنا بان ارجوكم صوموا. لا، الملك لا يتذلل، يأمر. يبقى في نغم اسمه مقام الملوك اللي هو العجم. مثلا كتب عليكم الصيام، تحس ان الملك بيتكلم، مفيش انكسار. يبقى اذا دي حقيقه. اذا القارئ استخدم مقام غير مناسب، التوظيف، توظيف المقام. طيب طب في الاعلام انت بتستخدم مقامات؟ في الحوار بتستخدم بيات؟ والله انا اول مره اعرف. نتكلم سوا وتقول اهلا بيك، ده كل ده بيات. انما لو حضرتك هتقدم موجز الانباء او نشره هتقول استخدام طبقه تانية واسلوب مقام تاني العجم، مش هتقول باسلوب الحوار. اصل الحوار ده ان يعني زي ما بيكون ايه، بنتفاهم، بنتحاور، ممكن نتفق او لا. انما في الاخبار بتقول خبر مصدق.